من ريف حلب الجنوبي من بلدة خناصر، صارنا 7 سنين نتهجر من بلدنا من خناصر ريف حلب الجنوبي، وكل سنة أضرب من الثانية الوحل ومية، وكل سنة الطف خيمنا وما نقدر نطلع، يعني إذا واحد مرض من بيناتنا يعني ما نقدر نطلع برات المخيم إلا بالبطانية. من الوحل ما بنقدر نروح المدرسة والأستاذ ما يجينا لأنه وحل، وما نقدر نروح الجامع زاد من الوحل والمطر. قرارنا بقلب الخيمة تعبت طين وما عم نقدر يعني ننام به لأنه وحل وطين ومية. أنا أحب ألعب طابة وأصدقائي ما يعني رفقات ما أقدر نطلع من الدنيا مطر، وأنا حد نحب اللعبة ما نقدر نلعب إلا من الدنيا شمس، والدنيا كل نهار عم تمطر علينا وما نقدر يعني من البرد نقف برا حتى خالص. نتمنى إنه نرجع على بلادنا وأحسن ما إحنا عايشين بالخيم أول ما يتفوت علينا، ونتمنى إنه تقف الحرب ونروح على بلدنا أحسن من هنا الواحد والمطر.